وانت غايب عن المدرجات تخيل تبقى قاعد بتتفرج على ماتش في الدوري ولاعب فريقك يطرد، المخرج يحن عليك بعد نص ساعة عشان يعرفك اللاعب اتطرد ليه، واللاعب المطرود واقف قدام لوحة الإعلانات مش عارف يعدي. بس المهم ان اخيرا الزمالك كسب وفك النحس، مشيها النحس، وبيانات الأندية نازلة ترف على لجنة الحكام. اهلا بيكم في حلقة جديدة من اخطر دوري في العالم. افضل 11 في الجوله بداوا بمحمد ابو جبل حارس الزمالك اللي بيستمر في النجاح في استغلال الفرصه والحفاظ على ثقه كارتيرون، بيتصدى لانفراد خطير من الصباح نجم اسوان عشان يصلح غلطه الونش ويمهد للزمالك الفوز. في خط الدفاع احمد عيد باك يمين الزمالك اللي في اول مشاركه مع الفريق الاول بيقدم اداء دفاعي ممتاز، مش كده وبس، كان قادر ان هو يسجل لما تحول لجناح قبل نهايه الماتش، واكيد مع مشاركات اكتر وثقه اكبر هيكون ليه دور هجومي افضل من كده. محمود متولي مدافع الاهلي اللي برضه في اول مشاركه ليه في الدوري بعد غياب طويل للاصابه بيأدي اداء كويس جدا بيطمن جمهور الاهلي على خط الدفاع. مش كده وبس، محمود متولي كان مميز جدا في تنفيذ فكر فايلر في الخروج بالكره بتمريرات ارضيه متقنه. محمد سمير مدافع المقاولين حسم لفريقه قمه المركز الثاني وسجل الفوز ضد الاتحاد، مش كده وبس، قدم اداء دفاعي مميز جدا حافظ بيه على الجول اللي سجله، ودايما هجمات المقاولين كانت بتبتدي بتمريره طوليه من محمد سمير. عمرو الحلواني باك شمال حرس الحدود من عنده بدات كل الهجمات الخطيره لفريقه ضد بيراميدز، وهو برضه اللي بدا هجمه جول الفوز. نروح لخط الوسط، اول اسم فيه اليو ديانج، ونقدر نقول ان اليو ديانج قدر خلاص يثبت اقدامه في نص ملعب الاهلي واقنع فايلر بقدرته على تعويض حمدي فتحي، وده لانه دايما خط الدفاع الاول للاهلي وبيقطع عدد كبير من الكرات، مش كده وبس، تمريراته دايما لقدام، وبالطريقه دي صنع الجول الثاني لقفشه ضد المقص. يوسف اوباما صانع العاب الزمالك ضد اسوان فكر جمهور الزمالك بالمستوى اللي كان بيقدمه الموسم اللي فات، حصل على ركله جزاء صحيح ضاعت لكن عوضها باسيست الجول الثاني لزيزو، ومعاه زميله زيزو اللي سجل الجول الثاني. صحيح ان زيزو ممكن يكون اقل فرديا شويه من زمايله الاجنحه في الزمالك، لكن زيزو بيعوض ده بان هو بينفذ المطلوب منه هجوميا ودفاعيا بشكل ممتاز، وبالطريقه دي سجل الجول الثاني بعد مشوار كبير وثقه في نفسه لما قرر ان هو يتوغل للعمق ويسدد. احمد الشيخ جناح نادي مصر كان صاحب الخطوره الاكبر على طنطا، حصل على ركله جزاء وسجل منها هدف الفوز. في خط الهجوم احمد شرويده مهاجم حرس الحدود اللي نفذ كل حاجه مطلوبه منه، كل فرصه بتروح له كان بيحولها دايما للمرمى، سجل جولين واحد بس منهم اللي اتحسب لكن كان كفيل ان حرس الحدود يفوز على بيراميدز. تالان داي مهاجم طلاع الجيش اللي شارك لما كانت النتيجه تعادل 1-1 مع وادي دجله لكن سجل بيهم جولين حسم لفريقه الفوز. فريق الجوله حرس الحدود، لو جينا قارنا بين قائمة بيراميدز وقائمة حرس الحدود من حيث الأسماء والقدرات المالية أكيد الكفة هتميل لصالح بيراميدز، لكن رغم كده حرس الحدود يستحق الفوز لأنه كان الأخطر طول 90 دقيقة، سجل جولين والجول الثاني اتلغى بقرار خاطئ تماما من الحكم، ودلوقتي حرس الحدود بيستقر في المركز العاشر بأداء ممتاز ونتائج مستقرة، ده مختلف تماما عن حرس الحدود اللي كان السنة اللي فاتت بينافس على النجاة من الهبوط. افضل لاعب في الجوله اليو ديانج نجم وسط الاهلي ضد المقصه. اليو ديانج كان اكتر لاعب في الفريقين استرجع الكوره لفريقه عشان يكون خط الدفاع الاول للاهلي ضد فريق احمد حسام ميدو، مش كده وبس، اليو ديانج كان من اكتر لاعبي الاهلي استلاما للكره من زمايله، يعني كان دايما بيقرب للاعب اللي معاه الكوره علشان يحاول ان هو يساعده وينقل الكوره لقدام، وديانج عمل الميكس ده، خطف الكوره بنفسه، نقل الكوره لقدام بسرعه لقفشه عشان قفشه يسجل الجول الثاني ويقتل الماتش. اجمل جول في الجوله جول زيزو للزمالك في اسوان، بعد تفاهم ممتاز مع يوسف اوباما زيزو قرر ان هو ياخد مشوار طويل، المشوار ده ما اثرش في النهايه على قراره بان هو يضم للعمق ويسدد علشان يسجل للزمالك الجول الثاني في وقت كان صعب جدا بعد طرد طارق حامد. افضل مدرب في الجوله ايهاب جلال مدرب المصري،
المصري بيقدم كرة كويسة جدا وبيحقق فوز مستحق على سموحة رغم ان هو ما استحقش التأخر في الشوط الاول. رد فعل المصري كان كويس جدا وقدم شوط ممتاز بعد تغييرات ايهاب جلال اللي استغل فيها خروج المبكر لحسام حسن مهاجم سموحة اللي كان اهم عنصر في منظومة الضغط العالي اللي عملها حسام حسن الكبير على دفاع المصري، وكمان استغل إصابة رجب نبيل مدافع سموحة بأفضل شكل ممكن. أحمد عادل ميسي حصل على ركلة الجزاء بعد ثواني من مشاركته تعادل بيها المصري، وصبر إيهاب جلال على محمود وادي اللي أقل بكتير من الموسم اللي فات جيب فايدة في الآخر لما سجل جول الفوز. تمركز محمود وادي بين قلبين الدفاع فكرنا بنفس الطريقة اللي كسب بيها إيهاب جلال حسام حسن لما كان مدرب لإنبي، وقتها سجل صلاح محسن جولين لإنبي في المصري. إيهاب جلال كان ممكن يغير محمود وادي لما ضيع فرصتين او ثلاثة اسهل من بعض، لكن غير له صناع اللعب علشان يساعد هدافه ان هو ترجع له الثقة ويسجل جول مهم جدا هو اول جول ليه في الموسم. مفاجأة الجولة بيانات الاندية ضد التحكيم. بعد تصريحات رئيس لجنة الحكام بان خطأ تحكيمي واحد بس حصل في اول 10 جولات من الدوري، كل ماتشات الجولة الـ11 انتهت ببيانات من الأندية بتطالب فيها بتعيين حكام أجانب وكان أبرزهم الزمالك. ممكن يكون في مبالغات من بعض الأندية في التصعيد، لكن الأكيد إن في خلل واضح في ملف التحكيم بيظهر في الوقت ده تحديدا من كل موسم. ممكن نقبل رغبة لجنة الحكام في عدم الإعلان على العقوبات اللي بيتم توقيعها على الحكام اللي بيغلطوا في الماتشات، لكن الأكيد إن لجنة الحكام من المفترض إن هي تخرج بتقييم للحالات الجدلية أو تفسير للقرارات اللي بتعترض عليها الأندية، وبصراحة ده مش هيبقى اختراع جديد لأن بنشوفه في دوريات كتيرة في العالم.